ياسين فوال. ياسين فوال يزور التفاح. هل المترشحين يقعدوا؟ خلاص خلونا ننتخب يا ناس، اللي ما انتخب روح. صيد ولا كلمة تحكي كانت أقوى. شو والله اليوم 100 واحد قادر احكي. شو بلاطة المكتب الدائم؟ قلت لك كم من واحد يروح يجي يقول لك تقدر ورديهم يا اخوان. يلا فلسطين عندي حاجة فلسطين. طيب اذا بقعد انت عندنا 11 اسم تسجيل. منصور مراد موجود؟ منصور مراد موجود؟ غير موجود. وسيد تميسي موجود. محمد الظهراوي موجود. محمود الطيطي موجود. زاد الهواملة موجود. احمد الرقب موجود. احمد الرقب موجود. الرقب رقب تعال. يحيى سعود قضية ديان رضب محفوظ ما بدهم يحضروا. احمد اللوزي موجود. يا باشا يا باشا احمد اللوزي موجود. هذا كلام موجود. روح حضور 1 2 3 4 5 6 7 نصاب نصاب قانوني. في حدا بده يجي عندهم فوتو؟ من يرغب في الترشح لموقع رئيس لجنة فلسطين؟ بدك فريدك هو يحيى السعدي. اكيد ما بدك. اكيد ما بدك. يطلع سويدك خلاص يكفي. ارفع سيدي في توافق على اللي في اذا مش 11 حبيب ما بعترف. خليني عندي خبر لو سمحت. خلاص ناس بعيد. مين بدون انا ارفع ايدك يا يحيى. سعود في منافسين؟ لا تنزل يحيى سعود صراحه. يحيى سعود غادي الهواملة بنمون عليك يا غادي. خلاص يا غادي ايش بدي مشان خاطر قصي حط اسمي ري ما خاطر اطلع بصوتي بس مشان اضل اسولف مع قصي واشكال قصي ما لا اشكال قصي. هو عطيك قصي. هو عطيك قصي. هو عطيك قصي. لا خلاص يا غالي ولعت مش دخلها. خلاص يا قصي تعال جميل دشمة جميل دشمة لا 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 تحملوا 100 واحد كل واحد من حكي عليه 100
عيب يا زلمة. اخلصت سعادة الرئيس. خلاص اخلصت يا ناس. كل فحك علي. ما قيل. بنية ماي هو اعتقد انه قال في مسح. لا 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 مش مسح ماشي. هو جاي يفتح المشكله. يلا سيبك منه قصير. خلص سيبك منه. خلص سيبك منه. وين الباشا؟ تعال اخوان بالله كل موضوع خلي الرئيس يتكلم. يلا بنجح. يا من يرغب ترشح قلنا لحسن سعود المنافس. راح هذا مبروك يا سعود ويطيب الرئيس. لا بالرئيس قصيد هو قصير. أحد يرغب ثاني؟ يا أخوان شير 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 للفيديو يا أخوان. خليه هو يحكي لازم أحكي. صريح. مش تنزل. مبروك. يلا مبروك. يلا مبروك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أخواني. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا إن رسل. أنا باسمي شخصيا بشكر أخوي قصي وبشكر كل إخوان لجنة فلسطين اللي توافقوا على يكون يحيى سعود رئيس لهذه اللجنة. وأنا كل الشكر والتقدير إلى كل الشرطة. زي ما شفنا الاعتداء على النائب قصي على أخوي قصي الدميسي إنه يعني يكون لجنة فلسطين بالتوافق. هذا ما بعيد قصي ولا بنقص من قدر قصي ولا من الرجال. فأنا باسم كل الشرفاء بنقول لقصي الدميسي شكرا والله يجزيك خير بارك الله فيك. وهاي أنا ديني برقبتي بالنسبة لقصي. الموضوع لازم الموضوع يعني هم يعني بيشحكي كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما جرى في لجنة فلسطين ونحن في كل عام نخوض غمار هذه اللجنة، ولكن مع اختلافنا مع نائبنا وزميلنا وحبيبنا يحيى سعود قد نختلف بالفكر، قد نختلف بالأداء، قد نختلف بكل شيء، ولكن نقر أن يحيى سعود عمل لجنة فلسطين وأبدع في لجنة فلسطين حتى لو لم نكن نحن نتفق معه. وشكرا. زي ما شفنا عملية الاعتداء قبل خريج كانت من النائب الهواملة على النائب قصي. النائب قصي الدميسي. خلينا نكون مع الحدث. محمد العلم عالية. تعالي عزيز يا حبيب تعالي. بتحول ايه سلوك. لا هم بدهم اخوان سليم ما عندهم مشكله. هم اللي قاعد مشكله ما بصير يقول يا زلمه عجيب. يا محمد كل وين وين قصي والله غير طيب يلا هو ايش بده يسوي ليش يطير يلا حنا ابعد في الكاميرا يا غادي شو ما كمل عندك عندك هنا رم كم صورة بس صور فيديو شو هذا ايه
منال نائب رئيس وامر مقرر للقرار.